بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج خفيف ظريف. الاستهتار، اللامبالاة، العدوانية، الخوف، الاحتقار والتكبر وسير حتى تجي هي الشعارات الحقيقية المرفوعة في مستشفى محمد الخامس بأسفي، وزيد عليها سكانير خاسر، طبيب كونجي والممرض ما مساليش. في مستشفى أسفي كاينة وصفة سحرية باقي حتى حد ما عرفها، وصفة فاش كتدار كيتقلب كل شيء، صحيح كيخرج مريض والمريض كيخرج منه مهلوك وأحيانا ميت والسبب سكتة قلبية. وبهاد الوصفة كيحضر الطبيب الغايب وكيبان الممرض اللي ما مساليش، وكيحضر حتى الدواء اللي كيقولوا ما كاينش. وبهاد الوصفة العجيبة كيتحول حارس سكيورتي الى تقني راديو والى ممرض مساعد ومعالج، وقريبا يمكن يولي حتى طبيب، علاش لا، وهو شوار شوارو والحكام حكامو. في مستشفى أسفي كاين احسن انعاش، ما كتبوش انعاش. هذا المستشفى ديال مدينه اسفي ولا عايش يوم كامل اسفي، ما فيش انعاش. وما تصدقوش الاشاعه اللي كتقول انه واحد طبيب ديال التخدير تما كيفرض عليك 200 درهم باش يدوز لك الملف الطبي ديالك. الحشومه، ما تصدقوهاش. وما تصدقوش الشائعه اللي كتقول ان العيالات في قسم الولاده كيضربوهم ويغوطوا عليهم، وان المولدات ما كيتعاملوش مزيان مع العيالات تما. ولكن صدقوا انه عندنا احسن مستعجلات في المغرب كامل، الاطباء فيها بزاف والمرضى قلال. وواحد الزيزون كيعاود ليا البارح قال لي بلسانه بلي الاطباء غير كينشو الدبان وما لقاو حتى مريض يداويه، لدرجه تشكاو على السيد مدير المستشفى اللي بدا يبكي ويخرج مسكين في عينيه وبدا يقلب على المرضى. كيفاش ما تكونش عندنا احسن مستعجلات وهي فيها ديما السكانير والتلفازه والراديو ديما خدامين؟ ديما خدامين. وقال لي الزيزون باللي في طب الرجال والنساء والاطفال وحتى الاطباء جالسين تما هما والممرضين غير تكح يوقفوا لك على راسك، وحتى من السبت والحد كيدوزوه في المستشفى. اما الاطباء الجراحين وياكم تصدقوا ان شي وحدين فيهم كيبززوا عليك تعطيهم شي بركه باش تفتح، وياكم تصدقوها. الحمد لله على هاد الناس وعلى هاد المستشفى المجزره، عفوا المفخره، وكل فضل كيرجع للسيد المندوب اللي كيقول وما كيوفيش وكيوعد ويخالف وعده، والسيد المدير اللي كيشوف وكيخرج في عينيه ويترعد. نسيت ما قلت لكم شنو قال لي الزيزون، قال لي ان المستشفى ولات عنده بيداغوجية التعليم واعرة، واول درس كان هو تعليم الصغاريد. المهم انا نكذب وانتم قولوا الله اعلم، والتقليد يديه الزيزون.